كان المستر ساتورويت يقضي كالمعتاد في كل صيف بضعة أسابيع في جزيرة كابري، وكانت عادته في أكثر الأيام عند الغروب أن يمضي في ذلك الطريق الذي تحف به الدور الصغيرة البيضاء الراقدة تحت ظلال النخيل، ومنها إلى الشاطئ الصخري، ومن الشاطئ إلى طريق صاعد بين صفين من أشجار الثرو، حيث ينتهي عند ربوة يقوم عليها قصر صغير تحيط به حديقة واسعة يفوح منها شذى الورد والأزهار العاطرة. وعلى بوابة حديقة هذا القصر كان يقف البستاني العجوز الإسباني الجنسية مانويل، وكان من عادته أن يقدم لكل عابر من الرجال وردة نادرة، ولكل عابرة من السيدات باقة جميلة من الزهور، ثم يضع في جيبه مع كلمة شكر رقيقة ما يجود به الرجال والنساء. وكثيرا ما كان يحلو للمستر ساتورويت أن يتخيل سكان ذلك القصر الذي لم ير فيه بابا أو نافذة مفتوحة أبدا في يوم من الأيام، وكانت أعذب خيالاته أن يتصور فيه مغنية أوبرا عالمية أو راقصة بالي مشهورة أو ممثلة كان اسمها يملأ الآذان وجمالها يملأ العيون. ثم قررت أن تعتزل عالم المجد والأضواء بعد أن امتد بها العمر، فانطوت على نفسها في هذا القصر الصغير حتى لا يرى أحد ما فعلت الأعوام بذلك الجمال الذي طالما بهر العيون وأسر القلوب. وللمرة الألف أو أكثر راح ينظر في فضول شديد إلى نوافذ القصر الصغير دون أن يدري هل هو خال تماما أم أن به تلك الساكنة التي خلق حولها أطياف خيالاته. وأخيرا انحدر في ممر بالحديقة إلى ذلك المرتفع الصخري الرهيب الذي يطل على مياه البحر في منطقة ثائرة الموج دائما، وكان كلما جلس على ذلك المرتفع تذكر ذلك السباح الإنجليزي الذي غامر منذ أعوام عديدة خلت بالقفز منه إلى المياه الثائرة، ولكنه عجز عن المقاومة فمات غريقا. وتحولت أفكاره إلى الحياة والموت. ما هي الحياة وما هو الموت؟ هل هو حقا يحيى الآن أم أنه ميت يحلم، أم أنه سوف يحيا بعد أن ينتقل إلى عالم آخر؟ وتنبه من أفكاره هذه على صوت رقع أقدام خفيفة ورائه، ثم على صوت رجل يقول اللعنة، والتفت وراءه ليرى رجلا في منتصف العمر ينظر إليه في دهشة واستياء. وتعرف المستر ساتورويت عليه فورا، إذ كان قد رآه ينزل في اليوم الأسبق بنفس الفندق الذي ينزل هو فيه، وكان هناك ما في مظهره وتصرفاته قد لفت انتباهه إليه. فرغم أنه أي ذلك الرجل الإنجليزي كان قد تجاوز 40 من عمره، فقد كان يبدو كأنه في ميعة الشباب والصبا. ومن ثم كان ساتورويت يقول لنفسه كلما رآه، هذا الرجل من الأشخاص الذين يعيشون طيلة أعمارهم أطفالا. كان ممتلئ الجسم بعض الشيء طويلا ينم وجهه على أنه لم يحرم نفسه يوما من أطياب الحياة، ولكن شيئا ما في عينيه العسليتين كان يدل على حزن عميق أو اضطراب أو قلق مقرون بالدهشة والتساؤل. وتنبه ساتورويت من أفكاره على صوت الرجل وهو يقول له بلهجة اعتذار وارتباك، إنني آسف، فالواقع أنني دهشت وفوجئت، فما كنت أتوقع أن أرى أحدا في هذا المكان المنعزل. فتزحزح ساتورويت من مكانه قليلا كأنما يدعو الرجل إلى الجلوس بجانبه، فلما قبل هذا الدعوة وجلس قال له، الواقع أنه كان منعزلا فعلا، ومع ذلك فكلما جئت إليه وجدت فيه شخصا ما. وكانت نبرات صوته تنم عن الضيق والاستياء، ترى لماذا؟ وهز ساتورويت كتفيه وهو يقول، إذن فقد جئت إليه من قبل، كنت هنا مساء أمس بعد العشاء. أحقا؟ كنت أظن أن بوابة الحديقة تغلق بعد العاشرة مساء. نعم، ولكنني تسلقت سياجها. وهل وجدت أحدا هنا في مثل هذا الوقت؟ نعم، وكان يرتدي ثوبا تنكريا، ثوبا كالذي يرتديه المهرجون والذي يسمى هارلي كوين. فنظر إليه ساتورويت في دهشة وانفعال،
ثم قال متسائلا: ما هذا؟ إن نزلاء الفندق يرتدون عادة مثل هذه الملابس التنكرية في الحفلات الراقصة. نعم هذا حق. لقد أدهشني هذا الرجل بظهوره المفاجئ ثم باختفائه المفاجئ، وكأنه شبح يظهر ويختفي دون أن يعرف أحد من أين جاء وإلى أين ذهب. لقد خيل إلي أنه جاء من البحر. ونظر ساتيرويت إلى الهاوية العميقة التي تنتهي بمياه البحر، بينما أردف الرجل قائلا: ولكن هذا مجرد وهم بطبيعة الحال، فليس في الواقع هذا المرتفع الصخري، فليس في هذا المرتفع الصخري مكان تقف عليه ذبابة، إنه هاوية تؤدي إلى النهاية في لحظة، وهو أيضا مكان نموذجي لارتكاب جريمة قتل. وحملق الرجل في وجهه مندهشا، ولكنه لم يلبث أن غمغم قائلا: نعم مجرد دفعة باليد ثم ينتهي كل شيء. وخيم الصمت على الرجلين، واستغرق كل منهما في أفكاره. وفجأة قال الرجل الغريب كأنما يحدث نفسه: ما جدوى كل هذا؟ لماذا نحيا ولماذا نموت؟ ونظر إليه ساتيرويت دون أن يقول شيئا، فاستطرد الرجل يقول: سمعتهم يقولون أنه ينبغي أن يبني كل رجل بيتا أو يزرع شجرة وأن ينجب ولدا. ثم صمت برهة قبل أن يردف قائلا: أعتقد أني وضعت ذات يوم بذرة ابن. واضطرم وجه ساتيرويت وقرر أن يعرف من أمر هذا الرجل الشاب كل ما يمكن أن يعرفه، ولم يجد ثمة مشقة في ذلك، فما لبث هذا أن راح يفضي بالحديث عن نفسه، وكأنما يجد في الإفضاء راحة من شيء يثقل عليه. إن اسمه أنتوني كوزدين، وأن حياته صورة مطابقة لما تخيلها المستر ساتيرويت، حياة رجل ورث في شبابه ثروة طيبة تضر عليه ريعا سنويا لا بأس به، وعاش بهذا الريع حياة أقرب ما تكون إلى الفراغ والطرف، أصدقاء كثيرون ومباهج متوالية من الحياة ونساء كثيرات، حياة يمكن أن يقال عنها بصراحة حياة بوهيمية. ولكن ساتيرويت قال لنفسه: ولكن هناك أنواعا من الحياة أسوأ من هذا بكثير. ثم جاءت النهاية، جاءت أولا غامضة مبهمة. لقد أحس ذات يوم بألم بسيط، ونصحه الطبيب بأن يعرض نفسه على أخصائي في شارع هارلي ستريت، ومع مرور الأيام عرف الحقيقة تدريجيا حين أخذ الأطباء ينصحونه بالحياة في هدوء وترفق وعدم إجهاد بدنه أو أعصابه، وانتهى الأمر بأنه عرف أن الفترة الباقية من عمره لا تزيد على 6 أشهر. واستدار أنتوني بعينيه الممتلئتين بالتساؤل والقلق والدهشة، ونظر إلى ساتيرويت كأنما يقول له: ما رأيك؟ ولم يجد ساتيرويت ما يقوله، فاستطرد الرجل الشاب قائلا: إنه حاول جهده أن ينسى أقوال الأطباء وأن يمضي في حياته كالمعتاد، ولكنه أدرك بعد أيام معدودة أن هذا غير ممكن، فإن أصدقاءه وصديقاته بدأوا في الانصراف عنه. إنهم يريدون الحياة في بهجة ومرح، ويحبون الصديق الممتلئ الجيب بالمال والقلب بالحياة، لا الإنسان الذي يعيش بينهم في كفن. وأخيرا قرر أن يغادر وطنه ويأتي إلى هذه الجزيرة. وقال ساتيرويت وهو يحاول أن يجد ما يقوله: ولماذا هذه الجزيرة بالذات؟ هل سبق أن جئت إليها؟ نعم، وأنا شاب في 20 أو 22 من عمري. التفت ورائه وأرسل نظرة سريعة إلى القصر الصغير القائم فوق الربوة، ثم قال: إنني أتذكر هذا المكان، فإن خطوة واحدة منه تؤدي بالإنسان إلى النهاية. ألهذا جئت أمس والليلة؟ فنظر أنتوني كوزدين إليه في استياء، ثم قال: أوه، أعتقد أن هذا الأمر لا يخصك في شيء. لقد وجدت ليلة أمس شخصا ووجدتني اليوم، وهذا يعني أن حياتك أنقذت مرتين. يمكنك أن تقول ما تشاء، ولكن اللعنة على كل شيء، إنها حياتي وأنا حر التصرف فيها. هذا تعبير معروف أصبح الآن على كل لسان،
واعتدلت لهجة أنتوني وهو يقول: طبعا طبعا، إنني أدرك حقيقة موقفك مني، فمن واجبك أن تنصحني وأن تخفف عني وأن تبث الأمل في قلبي، فهذا واجبك حتى لو كنت تدرك تماما أنني على حق. ولكن أليس من الأفضل أن أضع نهاية سريعة حاسمة لحياتي بدلا من هذا الانتظار الرهيب للموت، بدل ذلك العذاب المنتظر في الأيام أو الأسابيع السابقة على الموت؟ إنني لن أكون آسفا على شيء، لأنه ليس لي في الحياة من أهتم به. فقال ساترويد بسرعة: ولو كان ذلك في الحياة ما يهمك أمره؟ إنني لا أدري، ولكنني مع هذا كنت أرى أن هذه الطريقة أفضل على أي حال، فليس لي. ثم توقف عن الحديث فجأة، فقال له ساترويد: أليست لك حبيبة؟ عرفت نساء كثيرات، ولكنها كانت كلها علاقات عابرة. إلا، ومرة أخرى صمت فجأة، ثم أردف: تمنيت لو كان لي ابن، ولكن ما جدوى هذه الأمنية؟ حتى لو تحققت، فإن الفترة الباقية من حياتي لا تزيد على 6 أشهر، بل 5 أشهر وستة أيام على التحديد. إن الوقت مثل كل شيء مسألة نسبية، فمن يدريك أن هذه الأشهر الستة قد تكون أجمل شهور في حياتك كلها، وأحفلها بالبهجة العميقة الحقيقية. هذا على فرض صحة أقوال الأطباء. فبدأ عدم الاقتناع على وجه أنتوني كوردين وهو يقول: لو كنت في موضعي، فهل في مقدورك أن تحتمل هذه الشهور الستة؟ فضحك ساترويت وقال: أولا، ينبغي أن أكون شجاعا جدا لمواجهة هذه الأشهر الأخيرة من حياتي، وأخشى أن أقول أنني لا أتمتع بمثل هذا اللون من الشجاعة. وأنا ثانيا، حسنا، أحب دائما أن أعرف ماذا يخبئه الغد لي. وهنا نهض أنتوني وأرسل ضحكة جوفاء، ثم قال: حسنا يا سيدي، أشكر لك هذه الفترة الطيبة التي أتحت لي فيها فرصة الحديث، ولست أدري لماذا تحدثت. والآن إذا سمعت عن حادث وقع لي، فأرجو ألا تخبر أحدا أنه حادث مدبر مقصود، ولكن لا يمكنك أن تقول ما تريد. فهل يضير الإنسان ما يقال عنه بعد أن ينفض يديه من الحياة؟ ثم أردف قائلا وهو يهم بالانصراف: إنني لا أريد الليلة أن يقال عنك أنك دفعتني بيدك من فوق هذا المرتفع، ولا بأس من تأجيل هذا الانتحار إلى غد أو بعد غد، فليس هناك ما يدعو إلى التعجل. حسنا، أرجو أن أراك الليلة في الفندق بعد العشاء. وبعد انصراف الرجل، بقي ساترويت منفردا بنفسه ينظر إلى الأفق البعيد، ثم يقول لنفسه: والآن ماذا بعد؟ وأخيرا نهض واقفا، ثم استدار نحو الربوة ومضى في طريقه إليها ليخترق حديقة القصر، ومنها إلى الطريق المنحدر نحو الفندق. ولكنه توقف فجأة أمام القصر الصغير، وراح ينظر في شفق الغروب إلى نوافذه المغلقة، وعادت أطياف خياله تحوم حول تلك الراقصة أو المغنية التي لعلها تقيم فيه بعيدا عن أضواء المجد والشهرة، بعد أن أخذ جمالها في الذبول واستبد به الفضول. فإذا هو يتقدم نحو كومة من الأحجار ويتسلقها إلى نافذة قريبة، ثم يجذب مصراعها الخشبي كأنما يختبره، ولشد ما كانت مفاجأته حين وجد المصراع يستجيب له وينفتح. وإذا هو يتراجع حين رأى أمامه سيدة في ملابس سوداء وتغطي رأسها بمطرف حريري أسود، جامدة الوجه تنظر إليه في صمت. وارتبك الساترويت وراح يعتذر بكل ما طرأ في ذهنه من كلمات إيطالية وفرنسية وإسبانية قليلة. وفيما هو يتراجع في خجل، إذا به يتوقف حين سمع المرأة تقول له بصوت جاد كالطلق الناري: تعال. وبلغ من قوة اللهجة الآمرة أن توقف، ثم عاد أدراجه كالكلب الذي يلبي في ذلة أمر سيده. حتى إذا وقف متسمرا أمام النافذة، قالت له بصوت أقل حدة: هل أنت إنجليزي؟ وعاد ساترويت يقول معتذرا: لو كنت أعرف أنك إنجليزية لأحسنت الاعتذار باللغة التي أتقنتها.
إنني أعتذر بإخلاص عما فعلت. إن الفضول وحده هو الذي دفعني إلى هذه النافذة، ولم أكن أعرف أنها سهلة الفتح. والواقع أني كثيرا ما تساءلت عما في داخل هذا القصر. وهنا أرسلت ضحكة عميقة عذبة وقالت: إذا كنت حقا تريد هذا، فيحسن أن تتفضل بالدخول لترى بنفسك. ثم تنحت له جانبا فدخل ساترويد وهو أشد ما يكون ابتهاجا، ووجد نفسه في غرفة ذات أثاث فاخر، ولكن الغبار كان متراكما على كل شيء فيها. وقالت المرأة: إننا لن نجلس هنا لأننا لا نستعمل هذه الغرفة. ثم عبرت معه بهوا كبيرا ومضت به إلى غرفة أخرى في الجانب الخلفي من القصر تطل على مياه البحر، وكانت أيضا فاخرة الأثاث ولكنها نظيفة مريحة. دعته إلى الجلوس على مقعد وثير وهي تقول: لسوف تشرب الشاي معي، إنه شاي جيد تحسن خادمتي صنعه. ثم مضت إلى باب الغرفة وأصدرت تعليمات باللغة الإسبانية، وبعد إذن عادت وجلست أمامه، واستطاع عندئذ أن يتأملها بإمعان. كان أول شعور خامره وهو يراها إحساسه العميق بالشيخوخة أمام فورة أنوثتها ووفرة حيويتها ونضارة مظهرها وقوة شخصيتها. كانت طويلة القامة ملفوفة الجسم، خمرية اللون، واسعة العينين، رائعة الجمال رغم أنها في نحو 40 من عمرها. وكان مجرد وجودها في الغرفة يجعل ضوء الشمس الغارب كأنه ضوئها وهي في سمت الضحى باهرا ساطعا. وكان مجرد الجلوس أمامها يشعر الإنسان بهذه المتعة التي يحسها في يوم بارد وهو جالس أمام مدفأة تطرد عنه البرد وتملأه بهذا الدفء الممتع. وقال لنفسه: لقد بلغت وفرة حيويتها أن راحت تنشرها حول من يجلس معها. ومع هذا كله كان يشعر بشيء من الخوف، لأنه لم يكن يميل أبدا إلى المرأة ذات الطابع المسيطر. وقالت له بعد أن تأملته بدورها طويلا: إنني سعيدة بحضورك، لأنني كنت في أشد الحاجة إلى من أتحدث معه هذا المساء، ويبدو لي أنك من الأشخاص الذين يطمئن الإنسان في حديثه معهم. وأقبلت الخادمة بالشاي، وبعد انصرافها قال وهو على سبيل المحادثة: أتقيمين هنا؟ نعم دائما، إن القصر دائما مغلق، أو هكذا يبدو لي. إنني أقيم هنا معظم أوقات السنة دون أن يعرف ذلك كثير من الناس، لأنني أستعمل فقط هذا الجانب الخلفي من القصر. وهل هو ملك لك منذ أمد بعيد؟ منذ 22 سنة تقريبا، وقد عشت فيه عاما كاملا قبل ذلك التاريخ. هذه مدة طويلة جدا. العام أم 22 عاما؟ إن هذا يتوقف. فأومأت برأسها وقالت: نعم، إن هذا يتوقف على نوع الحياة نفسها. والواقع أنهما من هذه الوجهة فترتان منفصلتان تماما، ولست أدري أيهما أطول من الأخرى، وحتى الآن لا أدري. وبعد برهة من الصمت عادت تقول وهي تبتسم: لقد مضت فترة طويلة لم أتحدث فيها إلى أحد، ويلوح لي أنك من الأشخاص الذين يحبون أن يعرفوا أسرار الغير. لا 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 تعتذر، فإن الحياة أحيانا تكون مهملة، لا سيما إذا عاش الإنسان ينتظر شيئا ويطول انتظاره. فابتسم وقال: يخيل لي أنك لست من الذين يقفون على هامش الحياة وينتظرون، فإنك واحدة من اللائي رأى القدر أن يجعلهن في خضم معركة الحياة، وأن يكن صاحبات الأدوار الرئيسية في مسرحيات الحياة. ما أعجب ما تقول. ومع ذلك فأنا واثق مما أقول، فلا شك أن في حياتك الشيء الكثير من التجارب، أو ربما من المآسي. وضاقت عيناها قليلا وهي ترسل نظراتها نحو مياه البحر، ثم تقول: لو أنك مقيم هنا منذ فترة طويلة لأخبرك شخص ما عن السباح الإنجليزي الذي غرق في أسفل ذلك المرتفع الصخري، ولحدثك عن شبابه وقوته وجماله، وعن زوجته الصغيرة
التي وقفت على قمة المرتفع وشاهدته وهو يغرق. لقد سمعت شيئا عن هذه المأساة. ذلك الشاب كان زوجي، وهذا القصر كان ملكا له، وقد تزوجني وجاء بي إلى هنا وأنا في 18 من عمري، وبعد عام مات غريقا. حملته الأمواج ودفعت به إلى الصخور المسنونة وظلت تضربه فيها حتى مزقت جسده. وفوجئ المستر ساترويد بحديثها وحاول أن يقول شيئا، ولكنها استطردت تقول وهي تحدق النظر في وجهه: لقد تحدثت عن المآسي، فهل سمعت عن مأساة أقصى من هذا؟ زوجة شابة لم يمضي على زواجها من حبيبها غير عام واحد، ثم إذا هي تقف ذات يوم عاجزة تماما وترى حبيبها وشريك حياتها وهو يصارع الموت من أجل الحياة، وأخيرا يسرعه الموت في أبشع صورة. فقال ساترويد في تأثر عميق: هذا فظيع. نعم، إنني أتفق معك في أنها مأساة ليس لها مثيل. فأرسلت ضحكة عالية وهي تتراجع برأسها إلى الوراء، ثم قالت: بل هناك ما هو أبشع وأفظع من هذه الصورة. إنها صورة الزوجة الشابة، وهي واقفة فوق المرتفع ترجو وتبتهل إلى الله أن يغرق زوجها. يا إله السماوات، إنك لا تعنينا. نعم، هذا ما أعنيه تماما. لقد كنت راكعة هناك على المرتفع أبتهل إلى الله، وكان الناس جميعا يحسبونني أبتهل لنجاته، ولكنني على النقيض. كنت أتضرع إلى الله أن يخلصني منه وأن يحررني في الوقت نفسه من هذه الأمنية الشريرة. كنت أقول: طهر نفسي يا ربي من رغبة رؤيته ميتا، ولكن لم يكن ثمة فائدة، فقد كنت أتمنى موته بكل ذرة من كياني. وصمتت برهة قبل أن تردف قائلة بصوت أكثر رقة: أليس هذا فظيعا؟ أليس هذا من نوع الانفعالات التي لا يمكن للمرء أن ينساها؟ نعم، لقد بلغت سعادتي ذروتها حين علمت أنه مات وأنه لن يستطيع العودة لتعذيبي. فتمتم ساترويت مصدوما: يا طفلة المسكينة. نعم، كنت في ذلك أصغر من أن يحدث لي شيء رهيب كهذا. إن مثل هذه المآسي ينبغي أن تحدث ونحن أكبر سنا وأكثر تجربة، أي عندما نكون مستعدين لاحتمال فظاعتها. ولم يكن أحد يعرف ماذا كنت أعاني منه. لقد حسبته عندما رأيته أول مرة شابا رائعا، ولشد ما أحسست بالزهو عندما طلب يدي للزواج، ولكنني فوجئت بعد زواجنا بوحشيته. كان يغضب مني لأتفه الأسباب، ولم يكن ثمة شيء أقوم به يرضيه، وقد بذلت كل جهد لإرضائه. كان يحلو له تعذيبي ويلتمس السعادة من إفزاعي، وكان يبذل كل جهوده لابتكار الوسائل التي تشقي حياتي وتملأ أيامي بالرعب. ولا أستطيع أن أذكر لك شيئا منها، ولكن يكفي أنني ظننته مجنونا، وكنت هنا بمفردي وفي قبضة يده وتحت رحمته، فاتخذ من تعذيبي هواية له. وكان أسوأ ما في الأمر أنني كنت حاملا، وقد فعل بي شيئا جعل الطفل يولد ميتا. طفلي أنا مات أثناء الوضع، وقد كدت أنا أيضا أموت، ولكنني لم أمت، وتمنيت الموت ولكن لم أمت لكي أتعذب. وتمتم المستر ساترويد بكلمات عزاء مبهمة، بينما استطردت هي قائلة: وأخيرا جاء الخلاص بالطريقة التي حدثتك عنها، فإن بعض الفتيات المقيمات في الفندق سخرن منه قائلات أنه لا يستطيع القفز من ذلك المرتفع إلى الماء. وأراد هو أن يثبت قوته وبراعته رغم أن الجميع أكدوا له أن هلاكه في هذه المغامرة، ولكنه كان شديد الزهو والغرور. وقد شهدته وهو يقوم بالمغامرة ثم وهو يغرق، وسعدت بالخلاص منه، وليغفر لي الله. ومد ساترويت يده النحيلة الجافة وضغط بها على يدها، وقد خيل إليه أن آثار الزمن قد تلاشت من وجهها، وإذا هي قد ارتدت إلى 19 من عمرها وعادت تقول: ولم أصدق الأمر من فرط سعادتي، فقد أصبح القصر ملكا خاصا لي، وغدا في مقدوري أن أعيش فيه دون أن يعذبني أو يشقيني أحد. وكنت في حياتي يتيمة، ليس لي أقارب يهمهم أمري، وقد أدى هذا إلى تبسيط حياتي، فعشت بعد مصرعي كأني في الجنة. نعم،
كنت أسعد إنسانة في الوجود، وهذا يكفيني أن أشعر بالسعادة حين أنكر أنني أقضي أيامي بلا آلام أو أحزان أو خوف مما سيفعله بي بين لحظة وأخرى. نعم، كنت كالذي يعيش في جنة الخلد. ولما توقفت عن الحديث قال المستر ساترويت: وبعد ذلك؟ أعتقد أن الإنسان بطبيعته، فبعد أشهر من هذه الحياة الهانئة بدأت أشعر بالعزلة والوحشة. بدأت أفكر في طفلي الذي مات، فلو أنه كان لي طفل فقط. كنت أريد طفلا ولعبة أتسلى بها، كنت أهفو بكل كياني إلى شيء أو إلى شخص أتسلى به. وقد تعتبر هذا حماقة صبيانية، ولكن كان هذا هو الواقع. نعم نعم، إنني أفهم. من العسير أن أشرح لك ما حدث بعد ذلك بالتفصيل. كان ثمة شاب إنجليزي يقيم في الفندق، وفي ذات ليلة وصل مصادفة إلى حديقة القصر، وكنت أرتدي ثوبا إسبانيا، فحسبني فتاة إسبانية من قرية مجاورة، وخطر لي أن أتسلى وأتظاهر بأني إسبانية حقا، ومثلت دوري بمهارة رغم أن إسبانيتي كانت رديئة، ولكنه لم يكن يعرف منها غير عبارات قليلة، وزعمت له أن القصر ملك لسيدة إنجليزية أرستقراطية سافرت إلى منطقة نائية، وقلت أنها هي التي علمتني لغة الإنجليزية البسيطة، ولشد ما كان سروري وأنا أمثل دور المتحدثة بلغة إنجليزية سقيمة، وبدأ هو في مغازلتي، واستجبت له وتظاهرت معه أن القصر ملكا لنا، وأننا تزوجنا في تلك الليلة وجئنا للإقامة فيه، واقترحت أن نتسلل إلى القصر عن طريق إحدى النوافذ، نفس النافذة التي دخلت أنت منها، وكان مصراعها مفتوحا من الداخل، ودخلنا في حذر إلى الغرفة التي كانت كما هي الآن مهملة يعلوها الغبار. وعلى الجملة كانت لحظات جميلة مليئة بالإثارة والانفعالات. وتوقفت فجأة عن الحديث ونظرت إلى ساترويت طويلا، كأنما تلتمس منه أن يدرك شعورها ويلتمس لها العذر، ثم استطردت تقول: كان كل شيء يبدو رائعا، وكأننا نعيش في أسطورة عذبة أو في قصر مسحور، وكان أجمل ما في الأمر كله أنه كان يلوح لي خياليا لا أثر فيه للحقيقة. وأومأ ساترويت برأسه بينما استطردت هي تقول: كان يبدو لي شابا إنجليزيا من الطراز العادي، غادر بلاده في رحلة قصيرة للمتعة والنزهة، ولكنه كان لطيفا مرحا، وقد تمادينا في القيام بدور الزوج والزوجة. أتفهم؟ وبعد برهة من الصمت عادت تقول: نعم، تمادينا في القيام بهذا الدور. وعاد هو في صباح اليوم التالي إلى الحديقة، ورأيته من خصاصات نافذة غرفة نومي، ولم يخطر بباله طبعا أنني مقيمة في هذا القصر، فقد كان يحسبني فتاة إسبانية قروية، وكان قد طلب مني أن أقابله في اليوم التالي، ومن ثم راح يتلفت حوله وينتظر، ولم أكن من ناحيتي أنوي أن أكرر المقابلة، ولكن بدا لي أنه كان يشعر بالقلق من أجلي ومما فعل بي في الليلة الماضية. نعم، كان شابا لطيفا رقيق الإحساس. وتوقفت مرة أخرى عن الحديث قبل أن تستطرد قائلة: ولم يعد بعد اليوم التالي، غادر الجزيرة ولم أره بعد ذلك، ولكن طفلي منه ولد سليما بعد 9 أشهر، وكنت في خلال هذه الأشهر أسعد إنسانة في الوجود، وفاضت كأس سعادتي عندما حملت لأول مرة الطفل، طفلي أنا بين ذراعي، وتمنيت في تلك اللحظات لو أني سألت ذلك الشاب الإنجليزي عن اسمه حتى أسمي الطفل به، فقد بدا لي أنني ظلمته في احتفاظي بالطفل لي وحدي، ولكنني كنت في أعماق نفسي أشكره وأعترف بجميله لأنه أعطاني كل ما كنت أتمناه في حياتي. هل الطفل موجود حتى اليوم؟ نعم، إن اسمه جون، وهو الآن شاب رائع في 20 من عمره، وإني أتمنى لو أنك تراه، وسوف يغدو مهندس مناجم، وكان ولم يزل أجمل وأبر الأبناء، وقد قلت له إن والده الإنجليزي توفي قبل مولده بأسابيع قليلة. وحملك ساترويت في وجهها مندهشا لهذه القصة التي سمعها، ولكنه كان في الوقت نفسه يشعر أن القصة لم تتم فصولها بعد، ومن ثم قال: إن 20 عاما وقت طويل، ألم تفكري في الزواج مرة أخرى خلاله؟ كان ابني يملأ حياتي دائما.
ثم أردفت قائلة وهي تنظر إلى مياه البحر في ذهول: ولكن الحياة لا تبقى على حالة واحدة أبدا، لا بد أن تقع فيها الأحداث، وكثيرا ما تكون هذه الأحداث عجيبة غريبة غير منتظرة. ولعلك لن تصدقني مثلا حين أقول لك إنني لم أكن أحب والد ابني جون عندما عرفته في تلك الليلة أو بعد ذلك بأشهر، بل لم أكن أعرف ما هو الحب في ذلك الحين، وقد توقعت بداهة أن يكون الابن شبيها بي، ولكنه جاء لا يشبهني في شيء، بل إن من يراه لا يظن أنني أمه، لقد جاء شبيها بأبيه تماما. وهكذا تعلمت كيف أعرف أباه عن طريقه، وعن طريق ذلك الابن تعلمت كيف أحب ذلك الأب الذي لم أعرفه غير ليلة واحدة، وأني لا أحبه الآن، وسوف أظل أحبه إلى غاية العمر. لعلك ستقول أنني واهمة وأنني أقمت حبي على أساس من الوهم، ولكن لا، تأكد أنني أحب الآن ذلك الرجل، أحب الرجل بدمه ولحمه وكل شيء فيه، أعني أنني لا أحب صورته أو خياله، ولو أني رأيته الليلة أو غدا فسوف أعرف فورا رغم هذه الأعوام 20 التي مرت على فراقنا أن حبي له هو الذي أنضج أنوثتي، ولهذا فإن أحبه حب الأنثى الناضجة للرجل القوي، وقد عشت هذه الأعوام 20 وأنا أحبه، وسوف أبقى على هذا الحب حتى الممات. وتوقفت فجأة قبل أن تردف قائلة في تحد: هل تظن أنني مجنونة إذا أقول هذا؟ فتناول ساترويت يدها بين يديه وتمتم قائلا بحنان: لا لا مطلقا يا عزيزتي، هل تفهم حقيقة مشاعري؟ نعم نعم، ولكن هناك شيئا آخر، شيئا لم تخبريني به بعد. فقطبت جبينها برهة ثم قالت: نعم هناك شيء آخر، يلوح لي أنك خبير بدخائل النفوس، ولكنني أوثر ألا أخبرك بهذا الشيء لمصلحتك. وعندئذ قال ببطء: حدث شيء لم يكن متوقعا، أليس كذلك؟ وطرفت عيناها قليلا ثم هزت رأسها في استسلام وقالت: نعم، ولكني أؤثر ألا أخبرك به، وذلك كما قلت لمصلحتك. هل تخشين أن أصبح شريكا في المسؤولية إذا عرفت؟ فشحب وجهها فجأة وزمت شفتيها، وعندئذ قال لها: إنك تفكرين في الانتحار. أوه، كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ هذا عجيب، إنني لم أرى في حياتي امرأة ممتلئة بالحيوية والرضا وحب الحياة مثلك، فلماذا تفكرين في الانتحار؟ فنهضت ومضت إلى الشرفة المطلة على البحر ثم قالت: لأنقذ ابني من الحقيقة، إنه لا يعرف أنه ابن سفاح، إنه ابن ليلة غرام، فلو عرف هذه الحقيقة فسوف ينهار تماما، لأنه شديد الاعتزاز بنفسه، وقد أحب أخيرا فتاة وقرر الزواج بها، وسوف يحضر بعد وقت قريب ليعرف كل شيء عن أبيه، عن حسبه ونسبه، حتى يكون مستعدا لأسئلة أهل الفتاة، فلو عرف حقيقة أمره فسوف يقطع علاقته بالفتاة، وسوف يرحل إلى مكان نائل ليغرق نفسه في الشراب والضياع. أوه، أنا أعرف ماذا تريد أن تقول، ولكن لا، إنني أعرف ابني أكثر منك، إنه لن يطيق أبدا أن يعيش بين أشخاص يعرفون أنه ابن سفاح، والناس في مثل هذه الحالات لا يرحمون ولا يغفرون، ولكن إذا وقع لي حادث قضى على حياتي قبل مجيئه فسوف يضيع كل شيء في غمار هذا الحادث، وعندما يفتش الأوراق التي سأتركها ورائي فإنه لن يجد شيئا، وسوف يستاء لأنني لم أخبره بشيء كثير عن أبيه، ولكنه لن يشك في شيء. هذه هي الوسيلة الوحيدة، وعلى الإنسان أن يدفع ثمن سعادته، وقد اغترفت من السعادة الشيء الكثير بحيث أعتبر أن تضحيتي بحياتي ثمن يسير، كل ما أحتاجه بعض الشجاعة لأقفز من فوق المرتفع ثم أتحمل عذاب الموت لحظة أو لحظتين. ولكن يا طفلتي العزيزة، لا تتعب نفسك في محاولة إقناعي، لقد قررت أمرا وانتهيت منه، وحياتي هي ملك الخاص، وكان ابني جون في حاجة إليها لينمو، وقد نما، وهو الآن في حاجة إلى أن أفقدها لينجو من العار، ولسوف أضحي بها من أجله، وأن من حقي أن أفعل بحياتي ما أشاء. هل أنت واثقة من هذا؟ قل الثقة، لأن حياتي لم تعد نافعة لأحد.
ومن أدراك ماذا تعني؟ اسمعي، لا سوف أضرب لك مثلا على أن حياة أي إنسان قد تكون نافعة لإنسان آخر دون أن يدري، بل قد تكون سببا في حياة إنسان آخر بلا قصد منه. فقد حدث مثلا أن جاء رجل إلى المرتفع ليلقي بنفسه إلى البحر، ولكنه وجد رجلا آخر جالسا، ففشل في تحقيق رغبته وعاد من حيث أتى ليعيش. فما معنى هذا؟ معناه أن الرجل الثاني أنقذ بلا قصد أو غرض حياة الرجل الأول، أي أن وجود الرجل الثاني على قيد الحياة كان السبب في إنقاذ راغب الانتحار من الموت. وأنت مثلا، ألا يمكن أن تكوني سائرة في الطريق في زمان محدد في مكان معين أثناء انطلاق جواد جامح، ويوشك هذا الجواد أن يدوس بسنابكه طفلا يحبو، ولكنه أي الجواد يراك فينحرف نحوك، وتستطيعين أنت أن تتجنبي خطره، وبذلك ينجو الطفل بسبب وجودك على قيد الحياة. ثم يعيش الطفل ليصبح مخترعا عظيما أو طبيبا نابغة يكشف علاجا لمرض السرطان أو عقارا مثل البنسلين ومشتقاته. فحملقت في وجهه مدهوشة ثم قالت: إنك يا رجل عجيب، لم يخطر ببالي أبدا أن أفكر في مثل هذا الذي تقول. ثم أردفت قائلة بعد برهة صمت: والآن ماذا تريد مني؟ أريد منك فقط أن تعديني بألا تفعلي بنفسك شيئا لمدة 24 ساعة فقط. حسنا، لك هذا، ولي رجاء آخر، وهو أن تطرقي مصراع النافذة التي دخلت منه الليلة مفتوحا من الداخل كما حدث الليلة تماما، وأرجو أن تكوني في انتظار شخص ما. فنظرت إليه بدهشة، ولكنها أومأت برأسها، وهنا نهض ساترويت قائلا: والآن يجب علي أن أنصرف، بارك الله فيك يا عزيزتي. ولما دخل إلى الفندق كان الليل قد أرخى على العالم أستاره، وهناك في شرفة الفندق رأى شخصا يجلس في منعزل، فتقدم إليه وهو يشعر أن مصير شخصين قد غدا بين أنامل أصابعه، وأن أقل خطأ في التصرف قد يأتي بنتيجة عكسية. قال ساترويد بهدوء: جو لطيف الليلة، لقد نسيت نفسي وأنا جالس في ذلك المرتفع. وقال الرجل الذي لم يكن غير أنتوني كوزدين: هل كنت فوق المرتفع كل هذا الوقت؟ فأومأ برأسه، وفجأة قال أنتوني وهو يزم شفتيه في تصميم رهيب: لا سوف أتمشى بعد العشاء على الشاطئ، أتفهم؟ إن المرة الثالثة ستكون الأخيرة، وإني لا أرجوك بحق السماء ألا تتدخل، فأنا أعرف أنك تبغي الخير، ولكنني أؤكد لك أن تدخلك لن يجدي. فنهض ساترويت وشد قامته وقال: إنني لا أتدخل في حياة الغير أبدا، ولكن الأحداث أحيانا أو الفضول أحيانا يرغم الإنسان على تصرفات لم تكن تخطر بباله، فمثلا وجدت الليلة. ثم جلس وصمت وقال أنتوني: ماذا حدث الليلة؟ بينما أنا في طريق العودة نظرت للمرة الألف إلى ذلك القصر الصغير فوق الربوة، وللمرة الألف تساءلت عما قد يكون مقيما فيه، ثم دفعني الفضول إلى تصرف خاطئ وأنا أحاول فتح مصراع خشبي للنافذة الأرضية. هل فعلت هذا حقا؟ لا شك أنك وجدته مغلقا. لا، وجدته مفتوحا، إنه مصراع النافذة الثالثة عند الطرف الأيسر من القصر. فهتف أنتوني كوزدين قائلا: عجبا، إنها النافذة التي... وتوقف فجأة، ولكن ساترويت لمح البريق الذي تألق في عينيه تلك اللحظة، وعندئذ نهض وغادر الشرفة مطمئنا. وفي العاشرة من صباح اليوم التالي صعد إلى حديقة القصر، حيث استقبله البستاني العجوز مانويل بوردة عطرة ثبتها في عروة سترته. وفي وسط الحديقة وقف ساترويت ينظر إلى القصر الصغير الجاثم فوق الربوة في سكون وهدوء وسلام. وفجأة فتح باب جانبي من القصر، وخرجت منه السيدة التي رآها أمس وشرب معها الشاي. كانت تتجه إليه بخطوات خفيفة رشيقة، كأنها تسير على الهواء أو كأنها إنسان يعيش في نشوة حالمة وقد شرب كأس السعادة المترعة.
فإذا هو يتمايل من فرط النشوة والابتهاج، أو كأنها زهرة أضناها الجفاف فأسعدها فجأة الظل والندى، فإذا هي أنظر وأبهى ما تكون، وأقبلت عليه كأنها البهجة مجسمة، ووضعت يديها على كتفيه وقبلته في حب واعتراف بالجميل، وأحس بقبلاتها كأنها لمسات الورد النادر والزهر الناعم العاطر والنسيم العذب في يوم حار، وقالت له بصوت متهدج: لشد ما أنا سعيدة، لشد ما أنا سعيدة يا عزيزي. كيف عرفت؟ كيف أمكنك أن تعرف أنه هو يخيل لي أنك ساحر عجيب؟ ولهثت أنفاسها من فرط السعادة وهي تردف قائلة: لسوف نذهب اليوم إلى القنصلي لنعقد الزواج، وعندما يأتي ابننا جون سيجد أباه في انتظاره، ولسوف نقول له أننا افترقنا قبل مولده، وأخيرا جمعت الأقدار بيننا وتم الصلح، ولن يسأل كثيرا عن أسباب الخصام حتى لا يحرجنا. آهن، ما أشد سعادتي، ما أشد سعادتي. وكانت السعادة حقا تشع منها وتنتشر حولها كأنها العطر العذب المنساب من أجمل الورود وأعطرها، وعادت تقول: لشد ما كانت بهجة أنتوني عندما عرف أن له ولدا، لم يخطر ببالي أنه سيهتم بالأمر كل هذا الاهتمام. من كان يصدق أن الحياة كانت تدخر لنا كل هذه السعادة في النهاية؟ وقال لها بلطف: لسوف تصدين إليه أعظم خدمة إذا أنت ملأت حياته بالسعادة في هذه الأشهر القليلة التالية. فبرقت عيناها بالدهشة، ثم قالت في صوت كله التصميم: أوه، أتعتقد أنني سأتركه يموت بعد أن انتظرته كل هذه السنين؟ لا لا، هذا هو المحال. إن مئات من الأطباء يخطئون في كل أنحاء العالم وفي كل يوم، وإن مئات من الأطباء يفقدون الأمل في حياة مئات المرضى كل يوم، ولكن الأقدار تسخر منهم، ويموت الطبيب ويعيش المريض. ونظر إليها وتأمل وجهها الجميل المفعم بالحيوية وقوة الإرادة، وقوة الإرادة والتصميم وحب الحياة، وأومأ أخيرا برأسه: نعم، إنه هو أيضا يعرف أطباء أخطأوا التشخيص وفقدوا الأمل، ولكن المريض عاش واسترد صحته. وعادت تقول: أتعتقد أنني سأتركه يموت؟ لا، بل أعتقد أن حبك سيمد في أجله ويطيل في عمره. وأخيرا عاد في طريقه إلى المرتفع الصخري بين أشجار السرو، وهناك على مقعده الأثير وجد شخصا كان يتوقع أن يلتقي به، إنه المستر كوين الذي نهض باسما في حزن وقال وهو يحييه: هل كنت تتوقع رؤيتي؟ نعم. وجلس معا وقال المستر كوين: يبدو من ملامح وجهك أنك مرة أخرى لعبت دور العناية الإلهية في حياة اثنين من المحبين. إنك تقول هذا وكأنك لا تعرف شيئا مما حدث. الواقع أنني جئت هنا لأؤدي مهمة خاصة. لمن؟ لرجل مات، فأنا كما تعرف أحد المدافعين عن الموتى. إنني لا أفهم. فأشار المستر كوين إلى مياه البحر الثائرة وقال: لقد غرق رجل هنا منذ 22 عاما. أنا أعرف هذا ولكنني لا أفهم. لنفرض رغم كل شيء أن ذلك الرجل كان يحب زوجته إلى حد الجنون، وكان من الممكن أن يحول الحب الجنوني الرجل إلى ملاك أو إلى شيطان. لقد أحبته الزوجة الشابة حب العذراء، ولكنه لم يستطع هو أن ينقذ أنوثتها أو يرضيها، وهذا العجز جعله يشعر بالغضب على نفسه وعلى الناس جميعا وعليها هي أيضا، فراح كالمعتاد في هذه الحالات يتلذذ بتعذيبها لأنه يحبها، وهذا ما يحدث عادة، وأنت تعرفه كما أعرفه أنا. نعم نعم، أنا أعرف أحداثا كهذه ولكنها نادرة جدا. وأنت تعرف أيضا أن الإنسان في كثير من الأحيان يندم على ما فعل ويشعر بالرغبة في تعويض الحبيبة عما فعله بها من شر بأي ثمن. ولكنه مات قبل... مات؟ ما معنى قولك أنه مات؟ كل ما في الأمر أنه انتقل من حياتنا هذه إلى حياة أخرى، ولا شك أنك تؤمن بتلك الحياة الأخرى بعد الموت، ومن يدريك
أن الروح في هذه الحياة الأخرى لا يكون لها نفس المشاعر والرغبات والآمال، فإذا كانت الرغبة قوية بما فيه الكفاية فإن في مقدورها أن تجد وسيلة لتحقيقها عن طريق شخص آخر لم يمت بعد. وساد الصمت برهة طويلة، ثم قال ساترويت وهو ينهض: إنني ذاهب إلى الفندق، فهل ستذهب معي؟ لا، إنني عائد إلى المكان الذي جئت منه. ولما التفت ساترويت ورائه شاهد المستر كوين وهو يسير مبتعدا على حافة المرتفع الصخري. تمت بحمد الله.